والله الحمد لله وشكر. دائما استرادنا الحركه السبت لان يعني عطله وماكو دوام الدوائر. اليوم عطله من نهايه نص السنه خلينا نقول. وهاليوم اخواننا من المناطق الشماليه يعني محافظات كثيره اليوم موجودين بالظاهر بالسوق يعني عايجون يتسوقون. والله صار الحمد لله هي ما تغير شيء بالاسعار، بس مرات الدولار يذبذب السعر نازل صاعد فشيء بسيط يعني. طبعا شو ما ياثر شيء بسيط تاثيره لانه الدولار معي يعني يرتفع زايد، بس شيء بسيط. جهزنا على رمضان، حضرنا بهارات، طحنا الفلفل، جهزنا كثير شغلات على رمضان مثل القيسي، مثل الشربتات، مثل الكاسرات، كلها مطلوبه على رمضان جهزنا الحمد لله حاج. والله من هسه بدا الاقبال عليها قبل شهر رمضان، يعني بعد تقريبا شهر رمضان والناس بدات اقبال عليها تحضر نفسها علينا. اليوم يعني الاقبال مال الناس جيد جدا. تعرف انت رمضان قرف، العالم بدأت تحضر من هسه، وباب الصراي معروف سوق حيوي، يعني جميع المحافظات بينه، من الشمال، من بغداد، من كركوك، ميسان، جميع المحافظات عاد تجي حاليا تحضر على رمضان، تحضر تعرف هاي القيسي ما قيسي، الشغلات الزبيب، النعناع، الطحلق، اي الحمد لله محضرين البضاعه موجوده كامله ومجهزين كل شيء ان شاء الله. بهارات الاسعار يعني مناسبه حاليا. تعب باب الصراي احنا نريد العالم تتوافد علينا، فاسعارنا يعني تقريبا الاسعار جمله كلها اكثر شيء، كل كيلو مخلي علينا 500,000، هاي يعني شيء قليل جدا. السبت والاحد يعني حركه مليحه احسن من قبل، وتوزيع لما يصير توزيع رواتب بعد يصير الاقبال اكثر. من الشمال تيجي من دهوك، من اربيل، من السليمانيه، لان الموصل يعني بصراحه اسعاره مناسبه وتعامل الناس تعامل جيد. بعد 15 يوم ممكن ان نتهيأ ان شاء الله رمضان ان شاء الله. اجواء حلوه وامان الحمد لله. نتوضع ونفطر نتونس. موصلنا الحمد لله. موصل الحبيبه ان شاء الله. والله بهارات عم نشتري. اشكال انواع بهارات نشتري. قبل شهر رمضان نجي نجهز تجهيزات كامله للبيت من مواد عطاريه وتمر. عندنا وان شاء الله مقبلين على شهر رمضان، ما باقينا اقل من شهر بعون الله. هاي توصى بقيه المواد للبيت، هاي كل ما ننزل لازم يكتبونا باوراق. اهم كل شيء التمر، يعني مال شهر رمضان كامل ان شاء الله. والله احسن من غير مكان، عندنا موجود ما شاء الله بكثره، بس هنا غير شكل، حتى جو السوق غير شكل.